السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم محمد حيدة عن قناة صوت المهاجرين في كندا. كما كيعرف الجميع، ملي أي واحد كيجي لكندا كيكون صعيب عليه أنه يوجد عمل في الوهلة الأولى باش يمشي الأمور ديالو. هاد الشي علاش بغيت نتكلم في هاد الحلقة على واحد الشهادة اللي يمكن كل مهاجر جديد يحصل عليها بالمجان من طرف بعض الجمعيات المتواجدة هنا بمدينة ونبال، أو عن طريق أداء ما بين 80 حتى 100 دولار. هذه الشهادة كتسمى Food Handler Training Certificate، اللي كتعطيها بروفانس تاع مانيتوبا، والصلاحية ديالها كتكون 5 سنوات. كيفاش كتاخذ هذه الشهاده؟ بقاو معايا. اذا زرتوا اي بيتزيريا ولا اي محل تاع البقاله هنايا في مدينه وينيبيغ غتلقاو هذه الشهاده معلقه على الحائط. كيفاش تحصل على هذه الشهاده؟ كتدخل لهذا السيت هذا اللي كتشاهدوه في الصوره هنا، كتدخلوا للسيت كتشوف اليوم اللي باغي نتايا، حيت هي كاينه في كل شهر. مثلا نوفمبر كما كتشاهدوا في الصوره كاينه تواريخ فيها هاد التريننج، كيكون في مدرسه ما، غتلقاو العنوان تما. ما عليك الا تدخل لهاد السيت هذا وتخلص مبلغ تقريبا 89 دولار حتى 100 دولار، كيكون يوم واحد كتخلص اونلاين وكتحضر. ملي كينسالي التريننج كيديروا لك ايفالويشن، كيشوفوا مدى الاستيعاب والفهم ديال المحتوى ديال هاد الدوره هذه. كيكون عباره عن ملتيبل تشويس، عباره عن اسئله واجوبه متعدده، يمكن لك تختار جواب. هاد التريننج كيكون من طرف بعض الجمعيات المتواجده هنايا، وكيعملوها بالنسبه للمهاجرين الجدد بالمجان. كيكون عن طريق جمعية ما، وكيكون 3 أيام غير للإشارة فقط. فهاد الدورات اللي كتقوم بها هاد الجمعيات، ولا الدورات اللي كيقوم بها هاد الويب سايت اللي شفتو، كيكون بجميع اللغات. حتى بالنسبة للناس اللي ما كيتحدثوش الإنجليزي يمكن يدير هاد الدورة بالعربي. ولكن تالي التريننج كتحصل على هذه الشهاده اللي وريتكم في الاول، اللي من خلالها يمكن عندها عده امتيازات. الامتياز الاول هو انك توجد عمل في ميدان الطبخ، الفندقه، في تقديم الاغذيه والماكولات، الصحه، مجموعه من البوزيشن يمكن تشتغل فيهم. الامتياز الثاني والاهم، إذا بغيتي أنك تحل استثمار تاع البقالة ولا تاع الفندقة ولا تاع المأكولات، خاصك هاد الشهادة هذه. هذاك الشيء علاش إذا درتو في مدينة وينيبيغ ودخلتو أي محل تاع البيتزيريا ولا تاع المأكولات غتوجدو هاد الشهادة معلقة. يعني إذا بغيتي تحل بيزنس ديالك كيطلبوا لك هاد الشهادة هذه مرفوقة بالملف ديال الاستثمار اللي بغيتي. كتلخيص لما سبق، كتدخل الويب سايت، كتخلص الفيز ديال التريننج ما بين 80 حتى 100 دولار تقريبا، كتحضر الدورة، كيديروا لك ايفالويشن يعني تقييم مدى الفهم ديالك والاستيعاب ديالك. من بعد ملي كتسالي كتاخذ شهادة اللي كتمكنك انك تشتغل. اول شيء تشتغل في مجموعة من الميادين، الصحة، الاكل، الطبخ، مجموعة من الاشياء. ثاني هام هو انك يمكن تفتح البيزنس ديالك، لان من ضمن الاوراق اللي كيطلبوا لك في السيتي كيطلبوا لك هاد الشهادة هذه، اللي كتمدة ديالها، مدة الصلاحية ديالها كما قلت في الاول 5 سنوات. هاد الشهادة راه غير باش تمشي الأمور ديالك في البداية، لأن البداية كما كيعرف الجميع أي واحد كيجي لكندا كتكون البداية صعيبة، لأن ما كتكونش اللغة، كيكون ستريس أنك جاي من واحد البلد لبلد آخر. لذلك أنا درت هاد الحلقة غير باش نشجع الناس اللي كيجيو لكندا
باش ياخذوا هذه البادرة، يتسجلوا، ياخذوا هذه الشهادة. اما بالنسبة ويخدموا. للناس اللي عندهم فلوس وباغين يحلوا بيزنس ديالهم هنايا، راه غيطلبوا لهم هذه الورقة، هذه الشهادة هذه. اذا خذوا البادرة، تسجلوا، خذوا هذه الشهادة اللي غتنفعكم يا اما في البيزنس يا اما في الخدمة. خوتي لا تنسوا الاشتراك، الاعجاب، ونشر هذا الفيديو وهذه القناة حتى تعم الفائدة بالنسبة للناس الراغبين في الهجرة الى مدينة وينيبيغ أو إلى كندا على أرجوكم وجه خيرا. رعاية الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى أعجبك وبركاته. الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.